بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، طلابنا الأكارم، لدينا في هذه الدقائق مراجعة سريعة لأهم دروس مادة اللغة العربية 7 الخاصة بالصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، وسنراجع الدرس الأول والدرس الثاني من الوحدة الأولى، وبالله نستعين. جاء في الوحدة الأولى دراسات في اللغة الإنسانية، الموضوع الأول كان بعنوان لغة الإنسان. اللغة أو اللسان آية من آيات الله جل وعلا، ومعجزة من معجزاته في خلقه، قال سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. المقصود باللسان هنا اللغة، إذ لم يرد لفظ لغة في القرآن الكريم، وإنما ورد لفظ لسان كما في الآية السابقة، وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال سبحانه: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بعد ذلك نأتي إلى أنواع اللغة. اللغة نوعان: لغة عامة ولغة خاصة. فاللغة العامة هي اللغة الإنسانية، أي التي هي غريزة في كل البشر، يتفاهمون من خلالها ويجتهدون في الوصول إلى ما يريدون من خلال هذه اللغة التي هي لغة الإنسان أصلاً. وهذه اللغة متشابهة لدى جميع الناس في أنظمتها وقواعدها. أما اللغة الخاصة المعينة فهي اللغة التي يكتسبها الإنسان في مجتمعه وتسمى لغته الأم أو لغته الأولى. نأتي إلى اللسان واللغة واللهجة. اللسان عند العرب يعني ما نسميه الآن اللغة، فيقال لسان العربي ولسان العربي ولسان العجم ولسان الفرس ولسان الروم، وبهذا المعنى ورد اللفظ في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. واللغة تعني عند العرب ما نسميه الآن اللهجة، فيقال لغة قريش ولغة تميم ولغة هذيل ولغة طي. ولم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم، ولم تعرف عند العرب قديما بمعنى اللسان، فلم يروى عنهم أنهم قالوا لغة العرب ولغة العجم ولغة الفرس، وإنما بدأ استعمالها بهذا المعنى في القرن الرابع الهجري. إذن متى بدأ استعمال اللغة بمعنى لغة العرب أو لغة العجم؟ بدأ استعمالها بهذا المعنى في القرن الرابع الهجري. أما اللهجة التي تستعمل الآن بمعنى اللغة قديما، فلم ترد في لغة العربي لشيء من المعاني السابقة، وإنما وردت للدلالة على معاني قريبة منها، فقد وردت بمعنى اللسان أو طرفه، ووردت بمعنى طريقة الإنسان وأسلوبه الخاص في الكلام، فيقال فلان فصيح اللهجة وفلان صادق اللهجة ونحو ذلك. تعريف اللغة: عرفها العالم اللغوي ابن جني بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. ويمكن تعريفها أيضا بأنها نظام من الرموز الصوتية والصور اللفظية المخزونة في أذهان الناطقين بها. لماذا؟ للتفاهم فيما بينهم وفق نظام متفق عليه بين أفراد الجماعة. إذن تعريف ابن جني: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وفي التعريف الآخر المصطلح عليه بأنها نظام من الرموز الصوتية والصور اللفظية المخزونة في أذهان الناطقين بها. لماذا؟ للتفاهم فيما بينهم وفق نظام متفق عليه بين أفراد الجماعة. طبيعة اللغة: اللغة فطرة إنسانية
وملكة عقلية ذهنية ونظام اجتماعي مكتسب ووسيلة للتواصل بين الناس. والأصل في اللغة أن تكون شفهية منطوقة، الأصل فيها أن تكون شفهية منطوقة. أما الكتابة فمظهر ثانوي للغة، فكثير من لغات العالم غير مكتوبة، وقد يولد الإنسان ويعيش طيلة عمره يتحدث لغته الأم، وربما يتحدث بلغات أخرى وهو لم يتعلم، أي لم يتعلم الكتابة أصلا. مستويات اللغة. للغة عدة مستويات. المستوى الأول هو المستوى الصوتي، ويتكون من الأصوات مثل الباء، التاء، السين، الطاء، العين وهكذا. فهذه الأصوات غير الحروف، فالصوت منطوق والحرف رسم اصطلاحي يرمز به إلى الصوت المنطوق به. وهذا المستوى يدرس أو يدرس في علم أو يدرس في علم من علوم اللغة يسمى علم الأصوات. إذن هذا المستوى الصوتي يختص بالأصوات ويدرس فيه أو يدرس فيه علم الأصوات. المستوى الثاني وهو المستوى الصرفي، وهو مجموعة من الأصوات التي تتكون منها الكلمة، والكلمة هي موضوع الدراسة في هذا المستوى المعروف بعلم الصرف أو علم التصريف. إذن هذا المستوى يهتم بعلم الصرف أو ما يسمى بعلم التصريف. بعد ذلك المستوى الثالث وهو المستوى النحوي، وهو التركيب المكون من مجموعة من الكلمات التي تبنى منها العبارات والجمل، وموضوع الدراسة في هذا المستوى يسمى علم النحو، الذي يشكل مع علم الصرف علما واحدا يسمى القواعد. إذن القواعد تتكون من علم الصرف وعلم النحو مجتمعين. وبعد ذلك المستوى الدلالي. المستوى الدلالي ويختص بجوانب الدلالات والمعاني التي تؤديها اللغة، وموضوع الدراسة في هذا المستوى يسمى علم الدلالة. إذن هذه هي المستويات الأربعة للغة: المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، والمستوى الدلالي. نأتي بعد ذلك إلى وظائف اللغة. أول وظيفة من وظائفها تحقيق التواصل بين أفراد المجتمع، تحقيق التواصل بين أفراد المجتمع، المحافظة على الهوية والربط بين أبنائها. هذا بالنسبة للوظيفة الثانية لها، المحافظة على الهوية والربط بين أبنائها. ثالثا المحافظة على تراث الأمة وثقافتها وعاداتها ونقل ذلك للأجيال والأمم. إذن يختص بتراث الأمة، أو المحافظة على تراث الأمة وثقافتها وعاداتها ونقل ذلك للأجيال والأمم. رابعا تبليغ الدين، وهذا من أعظم وأشرف وظائفها، تبليغ الدين وبيان أحكامه والمحافظة عليه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. خامسا التفكير والتعبير عن المشاعر والأحاسيس. إذن التفكير والتعبير عن المشاعر والأحاسيس، وهذه هي الوظيفة الخامسة للغة. ثم أخيرا التعلم والتعليم، ومن أهم وسائله اللغة، وهي وظيفتها الشريفة والعظيمة. نأتي بعد ذلك إلى اللغات بين التشابه والاختلاف. هناك أوجه شبه بين اللغات وهناك أوجه اختلاف، فمن أهم أوجه الشبه ما يلي: أولا جميع اللغات تتكون من أصوات تصدرها أعضاء النطق لتكون كلمات أو لتكوين كلمات وجمل مفهومة، وتنتقل عبر الموجات الصوتية إلى أذن السامع التي تنقلها إلى أجهزة السمع في الدماغ. إذن أن الأمر المشترك أو الوجه المشترك الأول بين اللغات أنها تتكون من أصوات تصدرها أعضاء النطق، تنتقل بعد ذلك إلى الجهاز السمعي فتكون مسموعة. ثانيا جميع اللغات تستعمل أسماء أفعال وحروف وصفات وظروف، وكذلك أن جميع اللغات تعبر عن الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، ويقال الماضي والمضارع والمستقبل وهكذا. رابعا جميع اللغات تحتوي على ضمائر وأدوات موصولة وأدوات إشارة.
خامسا أيضا جميع اللغات فيها فاعل ومفعول، وجميع اللغات تستعمل النفي والاستفهام والتعجب، وجميع اللغات فيها لهجات فرعية. وثامنا أيضا جميع اللغات يكتسبها الطفل في السنوات الخمس أو الست الأولى من عمره. هذه هي أوجه الشبه بين اللغات. نأتي إلى أوجه الاختلاف بين اللغات. أولا اختلاف في الأصوات. الاختلاف في الأصوات، ففي العربية أصوات لا توجد في كثير من اللغات كالحاء والخاء والغين. ثانيا اختلاف في الصيغ الصرفية والنحوية، فالعربية تستعمل المثنى وكذلك علامات الإعراب التي لا وجود لها في بقية اللغات الحية. ثالثا اختلاف بناء الجملة وترتيب مكوناتها فالجملة تختلف في ترتيب مكوناتها بين اللغات. ورابعا اختلاف الرتبة. الرتبة نقصد بها مثلا الفاعل والمفعول والفعل ما إلى ذلك. ففي العربية يتقدم المنعوت على النعت خلافا للإنجليزية التي يتقدم فيها النعت على المنعوت. خامسا اختلاف في المعجم والدلالة، وهذا ظاهر واضح لكل من يقرأ في اللغات، فيجد أن ألفاظها تختلف في معانيها، فليس معنى كتاب أو كلمة كتاب مستعمل بهذا اللفظ نفسه في لغة أخرى ليدل على نفس المعنى. سادسا اختلاف الأنظمة الكتابية، فكل لغة لها كتابتها الخاصة بها. بعد ذلك نأتي إلى علم اللغة. علم اللغة هو دراسة اللغة العامة، أي لغة الإنسان، دراسة علمية تحليلية، من أصوات وصرف ونحو ومعجم ودلالة. إذن هذا الأمر يهتم به علم اللغة، فيدرس لغة الإنسان دراسة علمية تحليلية من أصوات، يدرس أصواتها وصرفها ونحوها ودلالاتها بهدف الوصول إلى القواعد. هدفه الوصول إلى القواعد والقوانين العامة التي تسير عليها اللغات، ويسعى لمعرفة الأساليب التي تكتسب بها اللغات الأم واللغات الأجنبية. ويطلق هذا العلم أو يطلق على هذا العلم أسماء أخرى، فيسمى اللغويات، ويسمى كذلك اللسانيات، والمختصون به يسمون لغويون أو لسانيون. ويقسم علم اللغة إلى فرعين رئيسين. فالفرع الأول يسمى علم اللغة العام أو علم اللغة وعلم اللغة النظري. هذا الفرع الأول يسمى علم اللغة العام أو يسمى علم اللغة النظري، ويعنى بدراسة أنظمة اللغات من أصوات وصرف ونحو ودلالة. هذا ما يعنى به دراسة أنظمة اللغات من أصوات وصرف ونحو ودلالة وتحليلها ووصفها، يقوم بتحليلها ووصفها. أما الفرع الثاني فيسمى علم اللغة التطبيقي. وعلم اللغة التطبيقي يعنى بما له علاقة باكتساب اللغة وتعلمها وتعليمها والمشكلات اللغوية وما إلى ذلك. نأتي بعد ذلك إلى الوحدة الأولى، الموضوع الثاني، وهو مهارات اللغة. حيث يستمتع الإنسان أو يستمع الإنسان إلى كلام الناس ليفهمهم، ويتكلم معهم ليفهمهم أو ليفهمهم كلامه، ويقرأ النصوص المكتوبة ليفهمها، ويكتب ليعبر عما في نفسه. وهذه هي عمليات التواصل التي هي الاستماع، الكلام، القراءة، الكتابة. بين أنها متكاملة ومرتبط بعضها ببعض، وكل مهارة رئيسة مقسمة إلى مهارات فرعية كما سيأتي معنا. نأتي في البداية إلى تعريف المهارة اللغوية. المهارة اللغوية هي القدرة على عمل شيء بدقة وسرعة طبيعية. وبناء على ذلك فالمهارة اللغوية هي أن يكون الإنسان ماهرا في جميع جوانب اللغة، بحيث يفهم ما يسمعه أو يقرأه بسرعة ودقة، ويتكلم بطلاقة وفصاحة، ويكتب كتابة صحيحة سليمة من الأخطاء من غير أن يمضي في ذلك وقتا طويلا. إذن يكون على معرفة بالمهارات التي يحتاجها في تواصله، من مهارة السمع
من مهارة القراءة، الكلام والفصاحة بذلك والطلاقة، ويكتب كتابة، مهارة الكتابة، كتابة صحيحة سليمة من الأخطاء، من غير أن يمضي في ذلك وقتا طويلا، وبذلك يكون لديه مهارة في ذلك. أنواع المهارات اللغوية: النوع الأول مهارة الاستماع، والنوع الثاني مهارة الكلام، والنوع الثالث مهارة القراءة، والنوع الرابع مهارة الكتابة. هذه هي المهارات الأربع التي تكون في جانب اللغة أو يهتم بها جانب اللغة. أربع مهارات: مهارة الاستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة، مهارة الكتابة. ولدينا تفصيل لكل مهارة منها فيما يلي. أولاً مهارة الاستماع. الاستماع أو فهم المسموع هو أن يستمع الإنسان إلى الكلام المنطوق بانتباه ووعي ليفهمه ويستوعبه. هذا معنى الاستماع. ومهارة الاستماع هي الاستماع الموجه إلى فهم رسالة شفهية منطوقة بطريقة منظمة وموجهة نحو هدف محدد. إذن هذه هي المهارة: الاستماع، أن يسمع الإنسان يستمع إلى الكلام المنطوق بانتباه ووعي ليفهمه. وبذلك مهارة الاستماع هي الاستماع الموجه، إذن هي مهارة، وهو استماع موجه إلى فهم رسالة شفهية منطوقة بطريقة منظمة وموجهة نحو هدف محدد. إذن يختص بالمنطوق الذي يسمع لفهمه ويسير نحو هدف محدد. والاستماع بهذا التعريف يختلف عن السماع الذي يطرق أذن السامع من غير اهتمام به ولا قصد لفهمه، كالكلام الذي يسمعه الإنسان في الأسواق والأماكن العامة فهو لا ينتبه له ولا يسعى حريصا على فهمه. الاستماع مجموعة من العمليات الذهنية المعقدة. إذن قد يسمع بسمعه عدة أشياء لا يكون قصده أن يفهمها كلها ولا يريد الانتباه لها كلها، إنما الاستماع الموجه هو الذي يبحث عن ذلك. إذن السماع عملية فسيولوجية يتوقف حدوثها على سلامة الجهاز السمعي، وغالبا ما تخلو من الانتباه للرسالة المسموعة. أهمية الاستماع. الاستماع مهارة من المهارات اللغوية المهمة في حياة الإنسان، فهو وسيلته الأولى التي يتصل بها مع الآخرين في المراحل الأولى من حياته، وبها يكتسب مفردات لغته ومعانيها. إذن جئنا لدراسة الاستماع لأنه يكتسب بها مفردات لغته ومعانيها. الاستماع مهارة من المهارات اللغوية، إذن لماذا لغوية؟ لأنه يكتسب بها مفردات لغته ومعانيها، وهو مهم منذ أن تبدأ الكلمات تطرق سمع الإنسان وهو يكتسبها ويخزنها في ذهنه بسبب هذا الاستماع. فالطفل يمضي مدة من عمره وهو يستمع إلى اللغة ويفهمها قبل أن يتكلم. وذلك يصل إلى 6 سنوات أحيانا يسمع فيها ويتكلم قبل أن يكتب أو يقرأ. وكل إنسان يفهم أضعاف ما يستطيع التحدث به أو قراءته أو كتابته. ويبقى وسيلة الإنسان لتلقي الأفكار والمفاهيم، أي أن السماع هو الوسيلة لتلقي ذلك، فهو وسيلة الإنسان لتلقي الأفكار والمفاهيم في المجتمع، ووسيلة أيضا لتنمية ثقافته وزيادة خبراته ومعارفه. فالاستماع إلى أحاديث الناس في الإذاعة والتلفاز أو في المحاضرات العامة، أو الاستماع إلى شرح المعلم في الفصل، كل ذلك يمد المرء بحصيلة لغوية تبني لغته، ويشكل رصيدا من العلوم والمعارف، ينمي خبراته ويزيد من ثقافته. المهارات الفرعية للاستماع. للاستماع عدة من المهارات الفرعية. أولها الانصات، وهو الانتباه الواعي الموجه نحو هدف محدد وعدم تشتيت الذهن.
ثانيا التمييز السمعي وهو التنبه إلى الأصوات التي يؤثر تغييرها في معنى الكلمة. ثالثا التصنيف والربط وذلك بالبحث عن العلاقات بين الكلمات والمعاني والأفكار. رابعا استخلاص الأفكار الرئيسة وهذا يتطلب من المستمع التركيز على كثير من الكلمات والأفكار المهمة في النص المسموع وتحديد النقطة التي تدور حولها الكلمات والأفكار. خامسا التفكير الاستنتاجي ويقصد به توقع المستمع نهاية النص المسموع والتنبؤ بنتيجته. سادسا النقل والتقويم وهذه المهارة تتجاوز الفهم والاستنتاج إلى النقد والتمحيص والحكم على الكلام المسموع، لهذا تعد أرقى مهارات الاستماع الفرعية. إذن الإنصات والتمييز السمعي والتصنيف والربط واستخلاص الأفكار الرئيسة وكذلك التفكير الاستنتاجي والنقد والتقويم، هذه أهم المهارات الفرعية للاستماع. شروط الاستماع الجيد: أولا الرغبة، أي رغبة المستمع في موضوع الكلام المسموع، وعلى قدر هذه الرغبة يكون الإصات والتركيز اللذان يقودان إلى الفهم الصحيح. إذن أولها رغبة المستمع في موضوع الكلام المسموع. ثانيا الاستعداد والتحضير، أي الاستعداد الذهني والتحضير العملي للكلام المسموع كأخذ فكرة عن موضوع المحاضرة وتذكر المعلومات السابقة ليمكن ربطها بموضوع النص المسموع وإحضار قلم ورقة لتدوين الملحوظات في ذلك. ورابعا مراقبة وجه المتحدث وملامح انفعالاته وحركات يديه، إذا كان المستمع يرى المتحدث مباشرة أو في حديث متلفز فالنظر إليه، الاستماع لكلامه والنظر إليه، كل ذلك يزيد من الفهم. خامسا التنبه إلى صوت المتحدث، التنبه إلى صوت المتحدث من حيث العلو والانخفاض. إذن تنبه إلى صوت المتحدث من حيث العلو والانخفاض، لأن ذلك يرتبط بنوع الجمل من استفهام ونفي وإثبات وتعجب وبأهمية النقاط التي يتحدث عنها المتحدث. سادسا التركيز على بعض الكلمات والعبارات التي تسبق الأفكار الرئيسة، مثل باختصار والمهم والسبب هو والنتيجة هي، إضافة إلى الكلمات التنظيمية مثل أولا ثانيا ثالثا وأخيرا إلى غير ذلك من الكلمات أو العبارات التي تسبق الأفكار الرئيسة فينتبه لها لأنها تزيد من الفهم. ثانيا مهارة الكلام، وفي هذه المهارة سنتطرق إلى عدة أقسام. أولا الكلام هو التعبير الشفهي أو التواصل الشفهي، ومهارة الكلام هي قدرة الإنسان على التعبير. إذن المهارة هي القدرة، قدرته على ذلك، على التعبير الشفهي والتواصل. قدرة الإنسان على التعبير عما في نفسه شفهيا والتواصل مع الناس بأسلوب صحيح سليم، هذا هو الكلام. ومهارة الكلام مرتبطة بمهارة الاستماع، فالطفل لا يستطيع الكلام والتواصل مع الناس ما لم يستمع جيدا ويفهم ما يسمعه ويتكون لديه رصيد لغوي سليم مرتب ومتفق مع مراحل نموه ومستوى ثقافته. أنواع الكلام، للكلام عدة أنواع، أولها الكلام العادي الذي يجري بين شخصين، ثانيا المناقشة أو المناظرة بين شخصين أو فريقين من الناس، ثالثا المحاضرة سواء كانت محاضرة في فصل أو محاضرة عامة، رابعا الخطابة وإلقاء الكلمات في المناسبات العامة، وخامسا قص القصص والحكايات، وسادسا التعليقات والمداخلات وطرح الأسئلة في أثناء المحاضرات والندوات. إذن الكلام العادي، المناقشة أو المناظرة، المحاضرة، الخطابة، القصة،
التعليقات والمداخلات وطرح الأسئلة. أهمية الكلام وفوائده: الوسيلة الأولى للتواصل مع الناس هي الكلام، فمن أهميته أنه الوسيلة الأولى للتواصل مع الناس ونقل الأفكار، للتواصل مع الناس ونقل الأفكار والمشاعر والأحاسيس إليه. ثانيا، يمنح المتحدث الثقة في نفسه ويقوي دوافعه إلى مزيد من تعلم اللغة. ثالثا، يعين المتحدث على تقويم لغته وتصحيح أخطائه. ورابعا، يؤكد معرفته بقواعد اللغة وقوانينها الاجتماعية. وخامسا، يوسع مدارك الإنسان ويثري معجمه ويمنح مزيدا من معاني الكلمات. هذه أهمية الكلام وفوائده. المهارات الفرعية للكلام: تحديد أهداف الكلام بشكل واضح. إذن تحديد أهداف الكلام بشكل واضح، الاستعداد والتحضير الجيد للكلام، التعرف على المستمعين ومعرفة اهتماماتهم ومستويات تفكيرهم، التأكد من مناسبة موضوع الكلام للمستمعين ومناسبته لمقتضى الحال. وخامسا، النطق السليم للأصوات ومراعاة قوانين النبر والتنغيم، فذلك يؤثر في فهمه. وسادسا، مراعاة قواعد اللغة واستعمال الكلمات المناسبة في معانيها الصحيحة. وسابعا، تنويع الجمل حسب الحاجة ما بين إثبات ونفي واستفهام وتعجب ونحو ذلك. وثامنا، استعمال وسائل معينة على توصيل المعنى للمستمعين أو شد انتباههم لأمر ما، ومنها إشارات اليدين وحركات العينين وقسمات الوجه. نأتي بعد ذلك إلى المهارة الثالثة، وهي مهارة القراءة. مهارة القراءة هي المهارة الثالثة من مهارات اللغة، أو المهارات من المهارات اللغوية، لكنها المهارة الثانية من مهارات الاستيعاب بعد فهم المسموع. والقراءة ليست مهارة آلية تقتصر على فك الرموز الصوتية التي هي الحروف، وليست النطق الصحيح للكلمات فحسب، وليست أداء القراءة أو وليست أداة لقراءة الكتب المدرسية والنجاح فيها فقط، لكنها إضافة إلى ذلك كله أنشطة. إذن هي أنشطة بصرية عصبية ذهنية معقدة، ومجموعة من المهارات المتكاملة. إذن هي أيضا مجموعة من المهارات المتكاملة تؤدي إلى فهم النص المقروء، وتمر بمراحل التعرف والفهم والنقد. أنواع القراءة: أولا، القراءة الجهرية، وهي القراءة مع تحريك الشفتين ورفع الصوت، إما لاستماع الناس أو للتدرب على النطق السليم، ومنها قراءة المعلم النموذجية لطلابه في الفصل. ثانيا، القراءة الصامتة، وهي القراءة التي تهدف إلى فهم النص المقروء، وغالبية أنواع القراءة تدخل في هذا النوع، وتكون في الغالب بالعينين دون تحريك الشفتين. ثالثا، القراءة المكثفة، وتسمى القراءة العلمية، وهي قراءة يقصد بها تعليم الطلاب مفردات لغوية وتراكيب نحوية وأساليب، وتقدم هذه القراءة عادة في كتب المطالعة والنصوص وما شابهها. ورابعا، القراءة السريعة، أو أقصد القراءة الموسعة، وهذه القراءة تقابل القراءة المكثفة، ويوجه الطالب أو الطلاب إلى ممارستها خارج المنهج المدرسي، وذلك لتحقيق أهداف منها حب القراءة وسرعة الفهم واكتساب معلومات جديدة. خامسا، القراءة الحرة، وهي القراءة التي يمارسها الإنسان في حياته اليومية برغبته الخاصة، وتختلف أهدافها بحسب مهارة القارئ، فقد تكون للاستماع والتسلية كقراءة القصص والروايات وما إلى ذلك، وربما تكون للبحث عن معلومة في الصحف والمجلات، وقد تكون لحل مشكلات خاصة أو علمية أو غير ذلك. نأتي بعد ذلك إلى المهارات الفرعية للقراءة، منها قراءة النص المكتوب، ومنها كذلك الاستفادة من علامات الترقيم في الوصل والوقف والاستدلال بها على المعنى. إذن استفادة من علامات الترقيم، ومنها درجة التثبيت البصري وتحريك العينين بطريقة
تقدمية منتظمة وعدم الوقوف عند كل كلمة أو مجموعة من الكلمات مدة أطول من المدة المقررة لها. ورابعا التمييز بين قراءة النصوص القصيرة والنصوص الطويلة، وبين القراءة العلمية والقراءة للاستماع، وإعطاء كل نوع ما يستحقه من الاهتمام والتركيز والسرعة. وخامسا انتقاء الأفكار الرئيسة والمهمة، انتقاء الأفكار الرئيسة والمهمة وتمييزها عن الأفكار الثانوية الجزئية. وسادسا التركيز وحضور الذهن والمحافظة على الأفكار الرئيسة طوال مدة القراءة. رابعا مهارة الكتابة، وهذه المهارة هي المهارة اللغوية الرابعة، بين أنها المهارة الإنتاجية الثانية بعد مهارة الكلام، وتسمى أحيانا التعبير الكتابي أو التعبير التحريري. والكتابة ليست مقصورة على جمال الخط وصحة الإملاء، لكنها تشتمل أنشطة كثيرة، منها اختيار موضع التعبير وتنظيم الأفكار وعرضها وسلامة اللغة وجمال الأسلوب. وكذلك فالكتابة أرقى مهارة اللغة، وغاية تعلمها وتعليمها ويتطلب إتقانها وقتا أطول من إتقان المهارات الأخرى، لأن ذلك يتطلب إتقان معظم فنون اللغة وعلومها، وبخاصة الخط والإملاء والصرف والنحو والبلاغة، مع قدر كافي من الثقافة الأكاديمية والثقافة العامة. وأما بالنسبة لأنواع الكتابة، فالكتابة الآلية وهي الكتابة التي يمارسها الطلاب في المراحل الأولى من التعلم، وهدفها التدرب أو التدريب على الكتابة بخط سليم وإملاء صحيح. ثانيا الكتابة العلمية، وهي ما يكتبه الإنسان في المدرسة والجامعة، ويشمل ذلك أداء الاختبارات وكتابة البحوث العلمية. وثالثا الكتابة الوظيفية، وهي الكتابة التي تؤدي إلى الكتابة التي يؤدي بها الكاتب وظائف عامة أو خاصة، كالكتابات الإدارية والمكتبية وكتابة الرسائل الشخصية ونحو ذلك. ورابعا الكتابة الأدبية الإبداعية، وهي الكتابة التي يعبر فيها الكاتب عما في نفسه بأساليب أدبية جميلة حسب الأغراض التي يكتب عنها، سواء كانت أكاديمية أو غير ذلك. المهارات الفرعية للكتابة، مراعاة الجوانب الشكلية كالخط والإبلاء وعلامة الترقيم، مراعاة القواعد الصرفية والنحوية والبلاغية، وهذان اثنان من أهمها، من أهم تلك المهارات. ثالثا توافر ثروة معجمية كافية ومعرفية، أو قال معرفة معانيها واستعمالاتها المتعددة. اختيار الموضوع المناسب للكتابة مع قدرتي على الكتابة. حسن التخطيط والتنظيم والعرض مع حسن الصياغة وجمال الأسلوب وتنويعه. وسادسا مراعاة ما يناسب القارئ والمقام ويوصل الرسالة برقة وأمانة. وسابعا القدرة على الإقناع والجدل المؤيد بالحجج والمدعوم بالأمثلة والشواهد، بحيث تقود المقدمات إلى نتائج منطقية مقبولة. وثامنا التوفيق بين سهولة النص ووضوح المعاني وعمق الأفكار. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.